إذا وقع السحر سيقر بلغم بلصة يعني تيقننا 100% من وقوع السحر مثلا 100% منا سيقر سيقر لنغان إكن دي بيقر دي تسقطها موسوق لكن كما قلنا من قبل الإنسان لا يوسوس لا يوسوس إنه به سحر به جن لا بروق بغتين بيز مرد عايت كتكن ديلي آدم شكتن بش كريك من دي سيقر بار من دي جن بار دي مايت بولون اوير بش كريك علاج السحر من طريقين سيقرد دارلانو بون إيكي جولو بار علاج بسحر سيقر منين سيقرد دارلو وعلاج بالرقية الشرعية جنا شريعتك رقية ديم صالو منين دارلانو يعني العلاج من طريقين علاج مشروع وعلاج ممنوع ديميك إيكي ترو أركن سيقرد دارلو ورخصات شريعتك رخصات بيرلغن ترو جنا تيو صالونا عرام بلغن تار دارلانو العلاج المشروع يكون بالرقية الشرعية بشروطها. شريطة ورخصة بلجن سخر دارلانو بول ديم سالو رقية منن برات رقية نوزنن شرطر منن. بالأدوية المباحة مثل العسل مثلا. نوشن دلة ورخصة بلجن دارلار منن دارلانو منن مثال بال سيختو وشنا سيختو دارلانو جولدر منن. الحجامة. شن دلة حجامة منن. نعم. أو الثالث العلاج بالدعاء. أدعو الله سبحانه وتعالى. وشون دل يتشين شو دار لانو تري بول دوالر منن. الله تلاقى دوا منن جوار بخيرلو منن. هذا علاج مشروع. بول بنا شريعة تق سيقر دار لان جلدرو. الثاني علاج ممنوع. يكينشي تيل تيو سالونا نارم بولون دار لان جلدو سيقر ده. يعالج السحر بسحر. على إني سيقر ده باشقا سيقر منن دارلو. هذا ممنوع. بول تيو سالونا. لماذا؟ نسيبتن مخالف للقرآن والقرآن قرصه مخالف للسنة سنة قرصه مخالف لأقوال الصحابة والسلف والأئمة وشون ده ليز صحابالاردن سلفتاردن إسلامدن إمامدارن سوزرن قرصه في تقوية للسحرة وشون ده ليبو سيخرشلاردن قشتون توار من درسه تضعيف للتداوي بالقرآن للتداوي بالقرآن وشون ده ليه قرآن منين دارلانونو برغان ده بير دالس ده لنرسه ده قرصه تقويو العلاج بالقرآن مضمون أو غير مضمون قرآن منين دارلانو بوندا كيبيلдик بار مو جي жок بو مضمون 100% نعم 100% قا مني كيبيلдик بار والعلاج بالسحر علي بي سيقر منين دارلانو دا غير مضمون شو بوندا كيبيلдик жок فهذا مجنون الذي يترك العلاج بالقرآن ويذهب الى علاج مضمون ديميك بول عقلسزлык دي قرآن منين دا تصدقلان كيبيلдик بار болгон دارلانو تاشتا кандай бир сыйқыр менен дарланууга барат ثم الساحر الان الثاني هذا اللي يعالج Эми ошол экинчи сыйкырчы, жана буга чейин болгон сыйкырды дарылай турган ошол сыйкырчы, сыйкырды дарылайм деген адам. Мада ясна алил мариид. Ал ошол ооруканын адамга эмне кылат ал? Ясна алеху сихр жадид. Ага дагы эмне үстүнө дагы жаңы сыйкырды аны үстүнө. Фал мариид кан инду сихр вахид, алан задаху сихр ала сихр. Эми ошол ооруткан адам анда бир сыйкыр болгон. Эми анын үстүнө дагы кошумча дагы жаңы сыйкыр болуп калды. Наам, вал мариид алан هذا الساحر المعالج ممكن يكون أقوى من الساحر الأول ممكن يكون أضعف. وشلون يكينش سيخر دارلوت كان يكينش سيخرشة ممكن بيرينش سيخرشة سيخرشة غرقان ده قشترك بولش ممكن جاء ألسس بولش ممكن ألسس راك بولش ممكن. أيضا الساحر هذا الذي يدعي العلاج لا يمكن أن يعالج هذا المسحور المريض إلا حتى يتقرب إلى الشيطان ويشرك بالله. أبي وشلون يكينش экинчи сыйкырчы жана сыйкырды дарылайм деп аткан ал деген ошо сыйкырды бир эле кайра ширктин түрү менен же шайтанга сыйынуу жолу менен эле кайра дарылайт ва би хаза куллу таалам анну ла юмкин ан юхал сихр би сихр хаза куллу кадиб демек эмне сыйкырды башка сыйкыр менен дарылоо бул мүмкүн эмес бул жалган ва фатх баб шар ала нас лау кулна эзабу лил сахра аузу билла жана бул нерседе эмне жамандыктын ушундай чоң улуу жамандыктын эшигин ачуу бар качан адамдарга сыйкырчыларга барыңлар дарыланганда деп айтууда ла юджид индана сахир муалиж ла хаза сахир сахир гайр муалиж бил акс ва ясхар ва язид ал марад марад сыйкырды дарылай турган сыйкырчы болбойт ал эмес ошо сыйкырды дарылайм деген сыйкырчы ал кайра сыйкырды көбөйтөт кайра абалын оор кылат